جاي بطورج ماي جاي جاي القابر يا سوزان جاي بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي القابر يا سوزان جتني بالالمان جاي بطرش ماي جاي جاي يا قبري يا سوزان جاي بالالمان جاي بطرش ماي جاي جاي يا قبري يا سوزان جتني بالالمان علي على البركة في الانترنت راني دمشاتي يا الخوت اها ايوا 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 انترنت وقتي قعمت همم جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان ايه ربي جابها لي شرفه كبيره عليا عشقتني وانا صغير تقول لي غير انت اللي نديك عمرها 50 وانا 20 همم لا جاي بطورج ماي جاي جاي قبري يا سوزان جاتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي قبري يا سوزان جاتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان اه وقالت لي ايش لي بديش اه وانا ما فهمت لها والو جايبه معها طورج ماي اللي كيف فهمني راسي ثقيل ابويا راسي ثقيل من همم جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان ايه حشمتيني بس ما عليكش وخا كبيرة راني قابل عليك خير نمشي ونتهنى جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان اي اي ابويا يا ابويا اي جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان مشيت القنصليه وشكوا فيا قالوا لي قول صح راك باغي دير غير وراك قلت لهم والله والله راها عزيزه عليا جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان جاي بطورج ماي جاي جاي يا قاوري يا سوزان جتني بالالمان هادي هدية لكاع الناس اللي صرالهم بحالي مشيت معها الالمان وخوكم تاع اوربان وليت عندها طلقت فيا السم ردتني قطبان هذا مكتب الله